حياكم الله أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم إلى أخبار الاقتصاد من قناة البلد. نبدأها بأهم العناوين. بدء أعمال اللجنة التجارية المشتركة بين السودان ومصر. فرص استثمارية للمغتربين السودانيين في ولاية سنار. الغرف الصناعية تطالب بإلغاء ضريبة رسوم الإنتاج. أهلا ومرحبا بكم. أخبار الاقتصاد ابتدرناها بالعناوين ومباشرة إلى تفصيلاتها. مرحبا بالجميع. تباينت أسعار العملات الأجنبية ما بين الارتفاع وتراجع استقرارها في تداولات السوق الموازي والبنوك المحلية، حيث تراجعت خارج التعاملات البنكية بنسبة طفيفة، وكشفت مصادر عن تراجع أسعار الدولار بنسبة طفيفة، حيث بلغ صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 569 جنيها، لكن سعر الدولار للبيع ظل مرتفعا عند 574. في غضون ذلك تباينت أسعار الصرف المعروضة من قبل البنوك السودانية، حيث استقر في أغلبها، فيما ارتفع سعر الدولار الأمريكي لدى بعض البنوك منها بنك فيصل إلى 566 جنيها ارتفاعا من 564، كما ارتفع لدى بنك الجزيرة الأردني السوداني إلى 569.19 جنيها. وصلت القافلة البيطرية التي نظمتها وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية عملها في تطعيم الماشية بمحلية الطينة بولاية شمال دارفور بمشاركة المدير التنفيذي وقائد قوات الدعم السريع بالمحلية. وقال المدير التنفيذي لمحلية الطينة بحر مختار إن القافلة ساهمت في الاستقرار والأمن ورتق النسيج الاجتماعي بالمحلية، ودعا المربين والمنتجين بالاهتمام بصحة الحيوان مما يساهم في النهوض بقطاع الثروة الحيوانية. وقال إن القافلة البيطرية الصحية بمثابة وقاية القطيع من الأوبئة والأمراض، خاصة أن محلية الطينة محلية حدودية مع الشقيقة تشاد، وأكد تذليل التحديات التي تواجه القافلة بتسهيل معينات الحركة والدعم اللوجستي. من جانبه أشاد العميد عبد الرحمن جمعة قائد الدعم السريع بقطاع الطينة بالدور المتعاظم الذي تقوم به وزارة الثروة الحيوانية في حماية القطيع القومي من الأمراض، مما يسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد القومي. أوضح الدكتور علاء الدين عبد الله مدير إدارة الثروة الحيوانية بمحلية الدامر المخاطر الصحية والمهددات البيئية والصحية للذبيح خارج المصالح، مما يعرض المواطن للأمراض المنقولة من الحيوان للإنسان، خاصة خلال هذه الفترة التي تكثر فيها أمراض الحيوان. جاء ذلك من خلال حملات ضبط الأسواق والمحافظة على الصحة العامة التي نفذتها الإدارة العامة للصحة بمحلية الدامر بالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية. تم من خلالها أمس ضبط كميات من اللحوم بسوق الدامر الجديد المذبوحة بطريقة غير صحية وخارج المسلخ. وقامت السلطات المحلية بإبادة اللحوم المضبوطة وتقديم المخالفين للمساءلة القانونية. وناشد دكتور علاء الدين المواطنين بعدم شراء اللحوم غير المختومة من السلطات البيطرية بوصفها صاحبة الدور الأعظم في حماية صحة الإنسان والحيوان معا. وأكدت الأستاذة هاجر عوض مدير الإدارة العامة للصحة والسكان بمحلية الدامر على ضرورة اتباع الإجراءات الصحية عند الذبيح من أجل خلق مواطن سليم ومعافى. قال الأستاذ آدم أحمد حسن المدير العام لشركة البركة للتأمين المحدودة إن أنشطة التأمين العالمية ستتعرض لنكسة مالية كبيرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية بسبب الطائرات والسفن العالقة والبنى التحتية والمباني التي تتعرض والديون غير القابلة للاسترداد والمشروعات التي تتوقف أو تتأخر مواعيد إنجازها. وأكد في تصريح صحفي إن تلك العوامل تجعل صناعة التأمين
التأمين العالمية تستعد لارتفاع التعويضات والخوض في نزاعات قانونية طويلة الأمد، مضيفا أن الحرب الروسية الأوكرانية قد تكلف شركات التأمين مطالبات بمليارات الدولارات، حيث يواجه قطاع التأمين على الطيران وحده أكبر خسائر محتملة في تاريخه. وأن السودان ليس بعيدا عن هذا المشهد، وأردف بقوله إن قطاع الضمان سوف يتأثر كثيرا لاحتمال فشل المقاولين والموردين في الوفاء تنفيذهم للمشروعات المضمونة بخطابات ضمان من المصارف وشركات التأمين، مؤكدا أن نسبة خسائر شركات التأمين سترتفع أيضا هذا العام بسبب الكوارث الطبيعية وظاهرة تغير المناخ التي تجلت في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وحرائق الغابات في أوروبا، وسط توقعات بنتائج مناخية قاسية هذا العام على السودان بحسب إدارة الإرصاد الجوية. انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال اللجنة التجارية المشتركة بين السودان ومصر على المستوى الفني، حيث ترأس الجانب السوداني السيد عيسى ترتيب الشاطر وكيل وزارة التربية أو التجارة والتموين، فيما ترأس الجانب المصري الأستاذ إبراهيم السنجي مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية. وتبحث أعمال اللجنة سبل تعزيز التبادل التجاري والتحديات التي تواجه التجارة بين البلدين الشقيقين وتفعيل آليات العمل بما يدفع توسيع التعاون التجاري ليشمل شتى القطاعات سيما الزراعية والصناعية، كما تتضمن أجندة اللجنة دراسة سبل تفعيل دور مجلس رجال الأعمال السوداني المصري والمراكز التجارية بين البلدين. ويشارك السودان في أعمال اللجنة بوفد فني متخصص يضم وزارة الخارجية والتجارة والتموين والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي وهيئة الجمارك واتحادات الغرف التجارية والصناعية. أكد الأستاذ أحمد عثمان ولي ولاية الخرطوم المكلف على أن قضايا الإنتاج الزراعي والحيواني تشكل حجر الزاوية للوصول إلى اقتصاد حقيقي للخروج من الأزمات المتلاحقة لمعاش المواطن. ووجه سيادته لدى لقائه بمدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري دكتور سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، الذي تم تكليفه بأعباء الوزارة مؤخرا، ضرورة أن تهتم الوزارة بالدرجة الأولى بحسم القضايا العالقة، وأن تسعى كل أجهزة الوزارة في حلحلة العقبات التي تواجه الإنتاج الزراعي والحيواني، وفي مقدمتها تأهيل المشاريع الزراعية الكبرى والعمل مع المنتجين لتوجيه الإنتاج نحو المنتجات التي توفر احتياجات المواطن اليومية. وأضاف الوالي أن قطاع إنتاج الدواجن يحتاج إلى رعاية خاصة بتوفير مدخلات الإنتاج لخلق الوفرة باعتبارها السبيل الوحيد لخفض الأسعار. من جهته تعهد مدير عام الزراعة بالسعي الجاد لإحداث اختراق حقيقي في قضية الإنتاج وتوجيه الوزارة نحو أهدافها الأصيلة. أكد الأستاذ محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية أهمية التدريب في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث وجه إدارة أكاديمية الدراسات المالية الاقتصادية لقيادة عمليات التدريب في المجالات الاقتصادية المختلفة. وكشف بشار لدى مخاطبته افتتاح الورشة التدريبية على نظام قاعدة بيانات العون الأجنبي في السودان التي نظمتها وحدة تنسيق العون الأجنبي ووزارة المالية بالتعاون مع أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية. كشف الحوجة الملحة والماسة لوحدة مركزية لتنسيق العون الخارجي، مشيرا إلى أهمية التدريب في مجال حفظ البيانات والمعلومات وإعداد التقارير في مجالات القروض والمنح، وأقر بأن أداء السودان والاستفادة من القروض والمنح ضعيف، ذلك لغياب البيانات والمعلومات. وأبان بشار أهمية ورشة بيانات العون الخارجي التي تسهم في رفع القدرات وزيادة فعالية أداء المتدربين في مجال العون الخارجي، داعيا الاستفادة من القروض والمنح التي تقدم إلى الدولة من المؤسسات المالية الدولية، معربا عن أمله أن تنعكس الورشة إيجابا على الموظفين في ترقية أدائهم.
بشر الأستاذ العالم إبراهيم النور ولي ولاية سنار المهاجرين السودانيين وأبناء الولاية بالخارج على وجه الخصوص بفرص استثمارية متعددة بالولاية وذات ميزات تفضيلية في كافة مجالات وموارد الولاية. وأعلن العالم خلال جلسة مجلس وزراء حكومة ولاية سنار والذي تم تخصيص الجزء الأول منها لزيارة الأمين العام للجهاز تنظيم الشؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تراب للولاية. أعلن أن ولاية سنار ليست لديها أي قيود على الاستثمار ولا تطلب دراسة جدوى، كما أنه ليست هنالك أي عقبات ستتعرض أو تتعرض الراغبين في الاستثمار بالولاية، مؤكدا على سرعة الإجراءات على أن يبدأ المستثمر في تنفيذ مشروعه خلال فترة أقصاها 45 يوما. وكشف والي ولاية سنار عن الفرص الاستثمارية التي تتيحها الولاية للمهاجرين السودانيين متمثلة في الاستثمار في المجال الزراعي والبستاني والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية والاستثمار في مجال الخدمات والبنى التحتية. وقال الوالي إن زيارة الأمين العام لجهاز المغتربين سيكون لها ما بعدها، مشيدا بمساهمات أبناء ولاية سنار بالخارج، مبينا أنهم قدموا خدمات جليلة في عدد من المنشآت بالمستشفيات والمدارس بمحليات السوكي والدندر وسنار. من جانبه أكد مكين حامد تراب الأمين العام لجهاز تنظيم الشؤون السودانيين بالخارج تطلع الجهاز إلى التعاون المشترك بين جهاز المغتربين والحكومة والولاية والوقوف على الفرص المتاحة للاستثمار لأبناء الولاية بالخارج والراغبين من المهاجرين السودانيين. طالب وزير الزراعة الاتحادي الدكتور أبو بكر عمر البشرى الدولة بالمساهمة في التوسع في الانتاج الزراعي ورفع الانتاجية، مبينا أن استراتيجية الوزارة تقوم على زيادة الانتاج الزراعي وليس فقط ما يكفي حاجة المزارع من تأمين قوته. جاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة مجلس ولاية كسل التشريعي ختام الورشة المشتركة لخارطة استخدامات الأراضي بولاية كسر والقضارف والتي نظمتها وزارتا الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولايتين بالتعاون مع صندوق التنمية المستدامة وسبل كسب العيش إفادة. وقال الوزير إن البلاد تعول على القطاع الزراعي بصورة كبيرة، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه الورشة وتشجيع الوزارة لتنفيذها على مستوى الولايات الأخرى، مضيفا أن المساحة التي تصلح للزراعة تقدر ب 175 مليون فدان، وأن المساحة المستهدفة للموسم الصيفي لهذا العام تقدر ب 57 مليون فدان، مشيرا إلى أن ولاية القضاريف تعتبر الأولى والرائدة في الإنتاج الزراعي. ودعا الوزير إلى زراعة المحاصيل التي تعود بالفائدة على المزارع والدولة والتربة، منوها إلى القيمة المادية من زراعة حب البطيخ كنموذج ومضاهاته لعائدات محصول الذرة. وقال الوزير إن الزراعة بالسودان ستواجه مشكلتين أساسيتين تتمثل في ضعف الإنتاج رغم توفر المساحات الصالحة للزراعة ومراها الري، بالإضافة إلى إشكاليات استخدام الأراضي وما ترتب عليها من صراعات ونزاعات. التقى السيد وزير الثروة الحيوانية الاتحادي الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي بمكتبه سفيرة لبنان بالسودان الأستاذة ريما حداد، وتناول اللقاء سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين السودان ولبنان وتفعيل الاتفاقيات في مجال الثروة الحيوانية ومنتجاتها المختلفة لتحقيق مصالح شعبي البلدين. وأكد السيد الوزير على تشجيع وزارته للاستثمار في كافة مجالات الثروة الحيوانية والتعاون مع دول الجوار والعالم العربي والإفريقي لفتح أسواق جديدة في ظل أزمة الغذاء العالمي وتحقيق مبادرة السلام ومبادرة السودان في الأمن الغذائي العربي. من جانبها أبدت سفيرة لبنان ديما حداد رغبة بلادها في التعاون مع السودان وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال الثروة الحيوانية في ظل رئاسة لبنان للمكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والاستفادة من الفرص المتاحة لتبادل السلع بين السودان ولبنان.
طالبت اللجنة التسييرية لاتحاد الغرف الصناعية السوداني الحكومة بضرورة إلغاء ضريبة رسوم الإنتاج وخفض الفئات الجمركية وتنفيذ الحلول الإسعافية التي قدمها الاتحاد. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد بمقره بالخرطوم، مؤمنا على ضرورة إلغاء ضريبة رسوم الإنتاج التي هي أصلا غير قانونية بعد إصدار قانون القيمة المضافة، كما طالب بخفض الفئات الجمركية بما يوازي نسبة الزيادة المئوية الجمركي حتى تتناسب مع المقدرة الشرائية للمواطن، بجانب إلغاء الضريبة على المحروقات وتفعيل وتطبيق قانون التنمية الصناعية الذي سيساهم في تنفيذ وتنظيم وتقنين الرسوم والجبايات الولائية. كما نشد الحكومة بالاستجابة لهذه الحلول العملية والتي لن تؤثر في الإيرادات، بل تعمل على زيادتها حتى لا يلجأ الاتحاد لاتباع أساليب أخرى للضغط مثل التوقف عن البيع والإنتاج أو الإضراب. وقال الأستاذ عبد الرحمن عباس الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية إن الصناعيين قد ناقشوا القضايا التي تؤدي إلى آثار كارثية بعد القرار الذي اتخذته وزارة المالية بتحريك سعر الدولار الجمركي من 445 جنيها إلى 564 جنيه بزيادة تقدر ب 26.7%. هذه الزيادة تراكمية، ومع رسوم الخدمات سوف تصل إلى 35%، مع إضافة الرسوم والجبايات الأخرى يصل ما تأخذه الحكومة من المنتج الصناعي إلى 70%. وأكد أن هذه الزيادة يتأثر بها المواطن مباشرة لأنها تدخل في تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى تزايد الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب الزيادات التي أثقلت كاهل المواطن وأصبحت غير غادر على الشراء، وأصبحت المصانع مكدسة لضعف القوة الشرائية. قال السفير الصيني في السودان ماشمين إن الصين تركز بشكل كبير على الأمن الغذائي العالمي، مشيرا إلى أن التعاون الصيني السوداني في قطاع الزراعة ينطوي على إمكانيات هائلة مع أراض شاسعة وخصبة، بما في ذلك 74 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، فضلا عن موارد المياه العذبة الغنية في النيلين الأزرق والأبيض. وأشار في صالون الشاي الصيني الذي درجت السفارة على تنظيمه للصحفيين السودانيين إلى أن السودان استفاد بذراعة 13,333 هكتار قطن استفادت منها 5,000 أسرة، ومكنت السكان المحليين من الحصول على 30,000 وظيفة بالتعاون الزراعي بين البلدين، لافتا إلى أن الصين تعتبر هذا المشروع الناجح أنموذجا لجهود مستقبلية للسودان لجعل التعاون في الزراعة أكثر نجاحا. ولفت إلى أن الصين ستستمر في المشاريع لفائدة السودان في التنمية وتعزيز التعاون في بناء البنية التحتية الغذائية ودفع مشروعات حفر الآبار بشكل مطرد وعمل محطة الثروة الحيوانية في السودان، فضلا عن تشجيع مزيد من الشركات الصناعية والصينية للاستثمار في السودان لتعزيز حوكمة الأمن الغذائي العالمي. أكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم اهتمامها ودعمها لتأهيل البنيات التحتية للري بالمشاريع الزراعية والجمعيات التعاونية بالولاية وتوفير احتياجات العروة الصيفية من مياه الري. وأشار دكتور سر الختم فضل المولى عبد اللطيف مدير عام الوزارة لدى تفقده مشروع سوبا غرب الزراعي إلى أن المشروع الذي يعتبر من أكبر المشاريع الزراعية بالولاية ويسهم بقدر كبير في توفير احتياجات أسواق الولاية من المنتجات الزراعية والحيوانية، داعيا إلى ضرورة بذل كل الجهود لحل الإشكاليات التي تواجه العملية الإنتاجية والسعي لترقية وتطوير الأداء بالمشروع. من جانبه أكد المهندس أبو بكر محمد إدريس مدير عام المشروع على الجهود التي يبذلها العاملون بالمشروع في تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمنتجين والزراعيين للإسهام في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي بالولاية.
ختام أخبار الاقتصاد، تبقى فقط أن نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدء أعمال اللجنة التجارية المشتركة بين السودان ومصر. فرص استثمار للمغتربين السودانيين في ولاية سنار. الغرف الصناعية تطالب بإلغاء ضريبة رسوم الإنتاج. دائما في الختام أشكر لكم طيب المتابعة، تحيات فريق العمل وتحياتي، إلى اللقاء.